الحاسة اللي هي التعبئة. لو تعبئة ايه خلي نعبي هنا من نعبي الشغل هاي وين الشارج هذه هاي الحاسة شغلها من الكمبولة بعدين نجي نشغل لازم بعد شكوى ابو الهليس هاي شغلتها بسيطة يعني جيب واحدة ما بعرف تصير جنابيلة زين اير كلين عندك هاي هنا أنا هاي زيد السرعة مال المي هاي زيد السرعة مال المي هسه قامت تتعبي قامت تتعبي هسه راح نروح نزيد الفرقة راح يطب الهيتر شوف هاي الطبعة مال صبع اللحم مالي كله قام نعل على قلبك ابو جاسم المهم هسه راح يفوت بالهيتر من الهيتر يجي لهنا للكبس خلينا نشوف الهيتر ايش راح يسوي سوري المهم هذا من هنا راح نشوف ايش راح يطلع هذا بعد شلون كلوز ورده كبس ورده والله ورده ماكو اشكال بعد شكو هذا هو فيري جود فيري جود